المعالجات التي طرحها العراق من خلال الحوارات مع نظرائه الأمريكيين، هل يمكن القول دكتور أنها أقنعت الجانب الأمريكي في دعم السياسة النقدية العراقية وإسعاف قيمة الدينار؟ وهل العراق قادر على الالتزام بالشروط الفيدرالية الأمريكية على المدى المدور؟ يعني اكيد هذا سؤال مهم. اولا هنالك اراده سياسيه داعمه لهذه الحوارات، وهي الاتصال الذي حصل بين السيد رئيس الوزراء العراقي الاستاذ محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء، وكذلك بالمقابل الرئيس بايدن عندما جرى اتصال هاتفي، وهذا الاتصال الهاتفي قد كان يركز ويرحب على الخطوات والاجنده الاساسيه للوفد العراقي الذي زار الان واشنطن والذي يعمل في اطار اتفاقيه الاطار الاستراتيجي، وكذلك بالمقابل هو يمثل حكومة السيد محمد الشياع السوداني يزور الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل على تطوير اتفاقية الإطار الاستراتيجي. وبالتالي الحوارات بالفعل هي حوارات بناءة، حوارات فعالة، تبادل وجهات النظر، تبادل حتى وجهات النظر تجاه المخاطر، تجاه غسيل الأموال، عملية مكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك بالمقابل قضية الانتقال والتحول الرقمي للسوق المالية والنقدية العراقية، وكذلك بالمقابل إجراءات الحكومة العراقية بالتسهيلات التي تقدمها لرجال الأعمال والشركات العراقية من أجل الاندماج في الفعاليات الاقتصادية الجديدة لإجراءات البنك المركزي العراقي سواء في الحزمة الأولى، وكذلك قد يكون حزمة مقبلة مثل ما ظهرت التصريحات على يعني إدارة البنك المركزي العراقي، وكذلك بالمقابل سعر الصرف الجديد من قبل البنك المركزي العراقي الذي قدم في دراسة وصادق عليه مجلس الوزراء، وهذا بالتالي ما يحفز السوق العراقية وما يعمل على أتمتتها، وكذلك الشفافية التي ستخرج في البيانات التي تظهر.